السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا ملخص يونت 2 للصف الأول الثانوي. هنتكلم عن الجرامر الموجودة في يونت 2 ونشرحها بالتفصيل، وهنتكلم عن الحاجات المهمة اللي بتكون موجودة، الكلمات المهمة والحاجات المهمة اللي مش بتاخدوا بالكم منها، هتفيدكم في الترجمة وهتفيدكم في التشوز إن شاء الله. نبدأ أول حاجة بالجرامر. عندكم في اليونت 2 زمن المضارع البسيط، تعالوا ناخده واحدة واحدة كده بالتفصيل، ان شاء الله هتفهموه ومش هتتلخبطوا فيه تاني. اول حاجة زمن المضارع البسيط، نعرف اول حاجة تكوينه بيتكون من ايه. بيتكون من فاعل زائد فعل زائد، بصوا بقى، لو الفاعل ده مفرد يبقى زائد اس او اي اس، طب لو الفاعل ده جمع يبقى الفاعل زائد الفعل في المصدر، الفاعل زائد الفعل في المصدر لو جمع، انما لو مفرد يبقى فاعل زائد اس او اي اس. ده تكوين زمن المضارع البسيط. طيب لو عايزه اسال عنه ازاي؟ بص تعال ناخد مثال ونسال مع بعض. اي بلاي فوتبول افري داي، انا بلعب كرة كل يوم، دي حقيقة او عادة؟ هنعرف استخدامات المضارع البسيط دلوقتي. انا عايز اسأل مثلا بهل، يبقى لازم ابدأ بفعل مساعد، اروح للجملة بتاعتي I play football every day، مفيش فعل مساعد في اي فعل؟ لا، طالما مفيش فعل مساعد امسك في الفعل الاساسي قول له انا عايز فعل مساعد. طالما مفيش فعل مساعد يبقى انت لازم تطلع لي فعل مساعد. هيقول لك انا في الماضي، اقول له لا انت مضارع. طيب في اس؟ لا مفيش اس، يبقى do. طب لو كان في اس يبقى does، يبقى بمسك الفعل الاساسي واشوفه، لو الفعل الاساسي فيه اس يبقى هسال ب does، مفهوش اس يبقى هسال ب do. اي بتبقى في السؤال، يو do you play football every day، وهكمل الجمله عادي خالص. تمام، يبقى بجيب الفعل المساعد من الفعل. طب تعالوا نشوف واحده تانية كده، she watches TV، هي بتشاهد التلفزيون برضو مثلا every day عشان نعملها كعادة مثلا. عايز اسأل امتى بتشاهد التلفزيون او هل بتشاهد التلفزيون، نسأل اول بهل. هل يبقى هدور على فعل مساعد. عندي فعل مساعد في الجملة مفيش، امسك الفعل، انا عايزة فعل مساعد، انت السبب، انت في الماضي ولا في المضارع؟ انا في المضارع. فيك اس؟ ايوه فيا اس، هي اخري اس، يبقى هسال بدز، يبقى لما يبقى الفعل اخره اس اسال بدز، الفاعل ينزل. طبعا واتش زعلت مني خلاص عشان انا مسكت فيها واخدت منها الفعل الاساسي الفعل المساعد، فبتنزل زي ما هي. يبقى الفعل الاساسي بروح له اقول له انا عايزه فعل مساعد اتصرف، يقول لي انا في المضارع، اقول له ايوه فيا اس، ايوه في اس، خلاص خد دز دز. بعد كده الفاعل طبعا واتش زعلت مني عشان خدت منها دز، فرجعت لاصلها تاني من غير اي اضافات. بعد كده قلت تي في افري دي، يبقى بعد دو وداز اوعى تضيف للفعل اس، بعد دو داز اوعى تضيف للفعل اس. ده كده لو هسال بهل. طب عايز اسال بدايه استفهام، عايز اسال مثلا متى، اقول وين، بدايه استفهام. بعد كده الفعل المساعد هو هروح للفعل واخد منه داز. بعد كده بعد فعل مساعد فاعل شي، بعد الفاعل فاعل في المصدر، بعد كده تي في طبعا، when does she watch TV. يبقى ده المضارع البسيط تكوينه والسؤال عنه بيكون ازاي. تعالوا نشوف استخدامه، بستخدمه امتى بقى؟ اول حاجة بستخدمه في الحقائق. يعني ايه في الحقائق؟ يعني حاجة معروف ان هي يعني بتحصل في الوقت ده، يعني حقيقة معروف ان هي بتحصل حقيقة، يعني ما فيهاش اي اختلاف. زي ايه؟ اقول مثلا water، الماء boil at 100 degree، يعني المية تغلي عند درجة حرارة 100. هل دي حقيقة ولا لأ؟
طبعا حقيقه، لان دي معروفه ان الميه غليان، الميه يعني درجه حراره 100 واخدتوها في العلوم، يبقى دي حقيقه ما فيهاش انفصال، ما فيهاش تغيير. زي مثلا لو عايزه اقول الشمس تشرق من الشرق، يبقى برضو دي حقيقه ما فيهاش تغيير. فلما تبقى حاجه حقائق يبقى تبقى كده. طيب يا مس في حاجه انت عملتيها غلط، ان ايه هي؟ ووتر ده مفرد. طيب تمام، امال بايل يا مس ما فيهاش اس ليه؟ فيها اس. برافو عليكم، انا سبتها عشان اشوفكم هتاخدوا بالكم ولا لا. طيب يا مس هي ووتر ازاي اعرف مفرد ولا جمع؟ ووتر اسم لا يعد، والاسم اللي لا يعد بيعامل معامله المفرد، معروفه طالما اسم لا يعد يعامل معامله المفرد يبقى اضيف للفعل اس. تمام. طيب دي اول حاجه لما تكون حاجه حقيقه. طيب لما يكون في عاده، تاني حاجه عاده، عاده انا بعملها كل يوم، زي مثلا اقول I get up at 6 AM، انا بصحى كل يوم الساعه 6 الصبح، دي عاده. هنا احط اس؟ لا، ده فعل جمع، يبقى هستخدمها في الحقائق واستخدمها في العادات. طيب ايه تاني؟ بيستخدم في الجداول، في الجداول الثابته. يعني ايه الجداول الثابته دي؟ خدتوها في ثالثه اعدادي، الجداول الثابته زي ايه؟ زي مثلا مواعيد القطارات، مواعيد الامتحانات، مواعيد المؤتمرات، في ميعاد ثابت. اقول مثلا the train، القطار leaves، يغادر at مثلا 9 مثلا، اي حاجه. the train leaves، القطار بيغادر، مواعيد القطارات ثابته، معروف مش كل يوم هغير ميعاد قطار، فطالما ميعاد القطار ثابت يبقى دي جداول ثابته. ممكن اقول مثلا ميعاد امتحان، اي حاجه. تمام. طيب في ايه تاني؟ في بعض الافعال كده، افعال الادراك والحواس، افعال الادراك والحواس والمشاعر دي ما بتجيش مضارع مستمر، ما بتجيش غير مضارع بسيط. لو جت مضارع مستمر بيكون ليها معنى تاني. زي ايه يا مس؟ زي I see my friend، معناها انا شايف صديقي، انا بشوف صديقي، دي يبقى انا شايف، انا شايفها، دي حقيقة او يعني ادراك، في حاسة عندي. I see my friend، انا شايفه، دي معناها هنا يرى، انا بشوف صديقي. طيب يا مس لو اتحطت مضارع مستمر هيحصل ايه؟ I am seeing my friend، مش هيبقى معناها يرى، غلط. هنا معناها يقابل، زي meeting، هنا seeing هتبقى بتساوي meeting. يبقى الافعال بتاعت الادراك والشعور زي see، hear، love، want، ايه تاني؟ في بعض افعال كده، دي هي اسمها افعال الادراك، هيت، سميل، وفي حاجات تانية كتير. الافعال دي ما بتجيش غير مضارع بسيط. طيب عندي ايه تاني؟ مضارع بسيط بيجي في حالة اف، عارفين حالة اف اللي هي معناها لو. حالة اف الشرطية الاولى دي او الحالة الصفرية بجيب فيها مضارع بسيط، زي بالعربي كده بقول ايه؟ لو انا ذاكرت كويس هنجح في الامتحان، لو انا ذاكرت كويس هنجح في الامتحان، يعني حاجه في المضارع. اقول مثلا if I study، دي رقم كام؟ رقم 5 حاله if. if I study hard، لو انا ذاكرت كويس هنجح في الامتحان، ده مستقبل. I will pass the exam، لو انا ذاكرت كويس هنجح في الامتحان. يبقى في الحاله دي لما بيكون الجزء الاول مضارع بسيط والجزء الثاني مستقبل، بتبقى اف زائد مضارع بسيط، وممكن يبقى تام على فكره، زائد مستقبل، لو انا ذاكرت كويس هنجح في الامتحان. تمام. دي الحاله برضو من حالات المتضارع البسيط. يبقى كده خدنا خدنا حالة اف بيجي وراه، بس بلاش مضارع تام، خلينا مضارع بسيط بس، خلي المضارع التام دي في حالة تانية بعدين. لو انا ذاكرت كويس هنجح في الامتحان، يبقى اف ساعتها بيجي وراه ماضي مضارع بسيط، بعد كده مستقبل بسيط اللي هو I will. طيب ممكن تيجي مع ايه يا مس؟ ممكن تيجي برضو مع روابط تانية غير اف، زي when،
زي while، زي as، زي at the moment، as soon as، بمجرد ان، by the time، after that. كل الحاجات دي بيجي وراها مضارع بسيط، after that، by the time، as soon as، until، وكلمة till. كل ده بيجي وراه ماضي بسيط. وقلنا as، لا ما كتبناش as لوحدها، as و just as، كل دول بيجي وراهم مضارع بسيط او تام بعد كده مستقبل. زي مثلا لو عايزه اقول مثلا انا لما اروح البيت هتناول الغدا مثلا، اقول ايه؟ when، انا لما اروح مضارع وين، خليها هنا نحط لها فعل مفرد عشان نشوفها. لما هو يروح when he arrives، لما هو يوصل البيت home هيعمل ايه؟ he will مثلا have lunch، سوف يتناول الغداء. بالعربي كده احنا بنقول ها، لما اروح البيت انا هاكل، لما اروح مضارع بسيط، حتى طريقتي كده لما بقولها لما اروح مضارع هاكل مستقبل، يبقى ساعتها بيجي وراها ماضي بسيط مضارع بسيط قصدي او تام. ممكن اقول have arrived، فبعد الحاجات دي بيجي مضارع بسيط او مضارع تام بعد كده مستقبل. لما اروح البيت انا هاكل، لما ذاكر كويس انا هنجح، لما تتصل بيا مش عارف انا هقول لك على حاجه كده. انا مثلا اقول لك مش هقدر اكلمك غير لما اعرف، until غير لما، يعني حتى انا اعرف. فدي الحاجات دي كلها بيجي وراها مضارع بسيط او تام بعد كده بيجي المستقبل. تعالوا نشوف مثال مثلا على until. اقول مثلا I will not، اللي هي برضو want، بس انا حبيت اكتبالكم كده عشان تاخدوا بالكم ان هي مستقبل. I will not call you، I won't call you، مش هكلمك until، لغاية، لغاية ايه مثلا؟ إيه، ما اعرف الاخبار مثلا. I know مضارع بسيط، ممكن اقولها have known the news مثلا، لغاية ما اعرف اخر الاخبار. يبقى I want call you مش هكلمك مستقبل، او حتى بلغتي في العربي مش هكلمك حتى ان اعرف الاخبار، لغاية ما اعرف الاخبار مضارع بسيط. يبقى دي كلها استخدامات المضارع البسيط، وازاي اسأل عنه، وازاي استخدمه في الحالات اللي زي كده. طيب يا مس، لو انا عندي في الجملة verb to be او verb to have، بستخدمهم ازاي في المضارع البسيط؟ verb to be في المضارع البسيط بيبقى am، is، are، بعد كده صفة. am، is، are، بعد كده صفة، او بعد كده مكان، او بعد كده، او مثلا اقول I am at school. المهم اني بستخدم am، is، are بدون فعل تاني، بدون فعل اخر. طيب و have بتبقى have و has برضو بدون فعل اخر. طب ازاي يا مثلا؟ مش فاهمة. تعالوا نقول I have، انا املك، I have lunch، انا تناول الغداء. I have no car، انا عندي عربية جديدة. هنا I am at school، انا في المدرسة. I am happy، انا سعيد. She is smart. كل دي حقائق، دي حقائق، عشان كده استخدمت فيها المضارع البسيط. وام واز وار ما بيجيش بهو فيرب زي ان جي والحاجات دي، ما يقولش مثلا بينج او الحاجات دي، لا دي برضو بتيجي مضارع بسيط، بيبقى وراها صفه، بيبقى وراها مكان، بيبقى وراها حاجات زي كده. تمام. ولو عايز اسال برضو بيكون الفعل المساعد عندي هو از، بيكون الفعل المساعد عندي هو از. ازاي يعني؟ مثلا عايز اقول هل انت سعيد، اقول is she smart، is she smart. هنا بسال بفيرب تو بي
علشان موجود عندي في الجملة، وهنا بيكون أنا أكون ذكي أو هي تكون ذكية. هنا مثلا عايز أقول هل أنت سعيد، أقول are you happy، هل أنت سعيد. فالverb to be بسأل بي، verb to be بسأل بي، verb to be بسأل بي. طيب to have يا مس، لا بسأل بدو does عادي، لأن هما هنا فعل أساسي مش فعل مساعد. هنا معناها أتناول، أنا أتناول الغداء، وهنا أنا أمتلك سيارة جديدة. فهنا have فعل أساسي بدور منه، عايزة فعل مساعد مش بلاقي، بمسك have. انت have يبقى تسأل بدو، لو مثلا she has يبقى هسأل بدز. تمام، يبقى verb to be بسأل بي، verb to have لا مش بسأل بي، بسأل بدو دز. طيب كده عرفت الحاجات الملاحظات المهمة في المضارع البسيط، عرفت استخدام المضارع البسيط، عرفت ازاي اسأل عنه، عرفت الحاجات دي كلها. طيب لو عايزة احول جملة من المضارع البسيط للمبني للمجهول ازاي؟ اقول مثلا تعال نفتكر مثال كده، اقول she eat the food، هي اكلت الطعام. عايزه احولها لمبني للمجهول. قلنا اول حاجه في تحويل المبني للمجهول قلناها في اليونت 1، بجيب المفعول اول حاجه the food اول حاجه. طيب ده يا مس ايه ينفع she eat؟ برافو، الناس اللي خدت بالها منها وقالت لا ما ينفعش، برافو. شي ايتس، ايتس الاس يا جماعه، الاس بنساها، شوف ما فيش حد بياخد باله منها. ذا فود في ناس ما بتاخدش بالها ومعديه الفيديو عادي، وفي ناس بتاخد بالها وتفضل تقول المس ناسي اس، دول برافو عليهم. هتلاقوني كل شويه بنسى حاجات كده عشان اشوف الناس بتاخد بالها ولا لا. ذا فود بدانا بالمفعول. طيب ده ايه؟ مضارع بسيط. طيب يا مس مضارع بسيط احوله ازاي للمبني للمجهول؟ هحوله للمبني للمجهول ان انا اجيب له verb to be زائد التصريف التالت. طيب the food جمع، جمع ولا مفرد؟ جمع، لا مفرد، لا جمع، لا مفرد، هو اصلا اسم لا يعد. برافو، اسم لا يعد، الناس اللي قالت اسم لا يعد انتم ما شاء الله عليكم ممتازين، فبيعامل معاملة المفرد، يبقى is. التصريف التالت من eat، eaten. the food is eaten يعني الطعام التاكل، تم اكله التاكل. طيب تعال نشوف حاجه تانية، farmers الفلاحين grow، grow ولا grows؟ ده جمع grow plants، الفلاحين بيزرعوا النباتات. لا مفيش ايه هنا، عايزه احولها مبني للمجهول اجيب plants اول حاجه، plants. طيب يا مس ده ايه؟ مضارع بسيط، يبقى هحول مبني للمجهول بايه؟ ب verb to be مفعول زائد verb to be زائد تصريف تالت. هنا plants جمع يبقى are، خلي بالكم ما بحددش بين الفاعل، لا انا خلاص جبت المفعول الاول وهو اللي بحط له دي، هوريها لكم في حاجه دلوقتي. grow واجيب التصريف التالت منها growing. ممكن اقول by farmers او ما اقولهاش، لو عايز اقول بواسطه مين هقول by بعد كده farmers. طب تعالى اوريكم حاجه كده، اقول they eat the food، هم اكلوا الطعام. عايزه احولها مبني المجهول، قلنا هنبدا ب the food، ده مضارع بسيط. اقول they جامع فاحط ار، لا انا ماليش دعوه ب they، انا خلاص بتعامل مع المفعول الجديد ده على ان هو الفاعل. ف the food اسم لا يعاد، تاخد is وتبقى برضو is eaten، يبقى ماليش دعوه بالفعل في الجمله القديمه. لما باجي احول لمبني للمجهول بشوف المفعول اللي انا حولته ده مفرد ولا جمع، مفرد احط از، جمع احط ار، بعد كده التصريف التالت، ده المبني للمجهول. تمام، اعتقد كده اغلب الحاجات في المضارع البسيط اتعرفت، قاعد بس حاجات بسيطه تعالوا نشوفها مع بعض. لو عايزه احنا خدنا ازاي نعبر عن عادات في الماضي. طيب لو عايزه اعبر عن عاده في المضارع، فاكرين العادات في الماضي قلنا عليها نستخدمها ازاي؟ قلنا used to زائد الفعل في المصدر. طيب مش عايزه اعبر عن عاده في الحاضر، هستخدم الحاجات بتاعه العادات اللي هي they usually always often، الحاجات دي هي اللي بتعبر عن عاده sometimes. فاقول مثلا she usually goes، yes
to school late. هي يعني هي دايما او هي غالبا بتروح المدرسة متأخر. دي عادة، عادات في الحاضر. يبقى ممكن اقول usually، ممكن هنا بدل usually اقول always، ممكن اقول sometimes، ممكن اقول often. كل دي حاجات بتعبر عن المضارع. يبقى الفعل زائد always زائد الفعل في زمن المضارع البسيط، فاعل زائد الحاجات دي زائد مضارع بسيط. دي اول حاجة بعبر بيها عن العادة. طيب تاني حاجة يا مس، بص اقول ممكن اقول it's، بعد كده عايز اقول عادة شخص، ممكن احط اسم شخص او ضمير مفعول. اسم شخص او ضمير ملكية، مش ضمير مفعول، هير هيز كده، ضمير ملكية. زائد habit to، habit يعني عادته، to ان يفعل كذا، هنا بنحط صفة ملكية. تمام، فتبقى ازاي؟ اقول it احمد. طيب لو حطيت احمد احطها كده بس؟ لا، لو اسم شخص لازم احط ابوستر في اس. احمد هابت تو ريد بوكس. يبقى من عادة احمد ان هو يقرا الكتب، من عادة احمد ان هو يقرا الكتب، فتبقى اتس. بعد كده احمد ممكن بدل احمد اقول ايه؟ هيز هابت، ضمير ملكيه. اقول عادة احمد او اقول is habit اللي هو ضمير الملكية. بعد كده احط habit to، بعد كده الفعل في المصدر. طيب عندي حاجة تانية غير habit to دي ممكن استخدمها؟ ايوة عندي، ممكن اقول ايه؟ احط الفاعل احمد على طول، بعد كده احط verb to be سواء am او is او are، بعد كده is the habit of. على فكرة لو لاحظت هتلاقيهم زي الماضي البسيط، in the habit of، بعد كده الفيرب زائد ing او اسم. هنا in the habit of الفيرب زائد ing. تعالوا نقولها هي كده عشان نبقى عارفين المثال ده، نبقى عارفينه. احمد verb to be مع احمد، احمد مفرد، is in the habit of reading. يبقى احمد عنده عادة قراءة الكتب، reading box. يبقى فاعل زائد verb to be زائد in the habit of زائد الفعل زائد ing. طيب يا مس في ايه تاني ممكن استعمله؟ ممكن استعمل برضو هو الفاعل زائد verb to be، بس بدل in the habit of اقول used to. فاكرينها؟ used to، used to هنا يبقى وراها الفعل زائد ing او اسم. تعالوا نستخدم نفس الجملة هي في كل حاجة. اقول احمد verb to be is used to، معتادة على، هنا معتادة على مش معتاد ان، معتادة على. احنا بالعربي لو قلنا معتاد ان نقول معتاد ان يقرأ، هي وراها فعل في المصدر، لكن هنا used to معتادة على used to reading بوكس، معتاد على قراءة الكتب. تمام، فدي برضو رابع حاجة. طيب ممكن استخدم ايه يا مس تاني؟ ممكن احط الفاعل اللي راحت فين، ممكن احط الفاعل بعد كده كلمة no longer، الفاعل بعد كده كلمة no longer زائد المصدر او المصدر زائد is. ازاي يعني؟ يعني زائد المضارع البسيط بكل اختصار. يعني اقول مثلا احمد برضو، احمد اقولها ازاي بقى؟ مفيش verb to be هنا، احمد بعد كده no longer على طول. احمد no longer read books. الجملة دي صح؟
لا يا ميس انت قايله مضارع بسيط واحمد مفرد، يبقى ريت. برافو عليكم، عشان دي في ناس كتيره بتنساها، بحب دايما اخليكم تاخدوا بالكم منها. هنا الفاعل، بعد كده نو لونجر، بعد كده مضارع بسيط، احمد نو لونجر ريدز بوك. تمام. طيب ايه تاني؟ هنا معناها يعني ما بقاش بيقرا كتب، عاده للاسف بطلها، ما بقاش بيقرا كتب. طيب تعالوا نشوف حاجه تانيه، اخر واحده لو عايزه اقول برضو ان هو بطل يقرا الحاجه دي، هحط الفاعل بعد كده don't او doesn't، بعد كده المصدر، ما خلاص بعد do او does احنا عارفين ما بيجيش حاجه تانيه، بعد كده في اخر الجمله، كمل كده اخر الجمله، احط ايه؟ anymore او ممكن احط any longer. anymore كلمه واحده على فكره، برضو نفس المثال، هو هو احمد تعب معانا. احمد don't ولا doesn't؟ doesn't. برافو، ده مفرد. مصدر read box anymore. احنا هنا خليناه بطل العاده على فكره، يعني هنا قلنا احمد لم يعد يقرا كتب، هنا احمد ما بقاش بيقرا كتب تاني، لم يعد يقرا الكتب. تمام. دي العادات، في خمسه اربعه لتثبيت العاده ان حاجه بفعلها فعلا، وخمسه وسته ان عاده بطلت اعملها، ما بقتش اعملها، كانت موجوده بس بطلتها. تمام. في حاجات بتيجي مع المضارع البسيط زي ما قلت لكم always usually sometimes regularly often occasionally، كل الحاجات دي little never rarely، كل الحاجات دي بتيجي مع المضارع البسيط. وممكن كمان كلمة sometimes ممكن تيجي أول الجملة أو آخر الجملة. في حاجات تانية بتيجي مع المضارع البسيط زي كلمة every، هنحطهم هنا عشان نبقى خلصنا المضارع البسيط. في حاجة اسمها ظروف التكرار مع المضارع البسيط، يعني بشوف الحاجة اتكررت كم مرة. ظروف التكرار يعني مدى تكرار الحاجة اتكررت كم مرة. أول حاجة زي اللي احنا عارفينهم من زمان اللي بيجوا بعد الفعل، بيجوا قبل الفعل الأصلي، قبل الفعل الأساسي أو لو في am و is و are بيبقوا بعد verb to be. مش احنا قايلين إن ينفع verb to be في المضارع البسيط عادي؟ قلناها فين؟ اهو فيرب تو بي، فلو هنا هتبقى بعد فيرب تو بي. تعال نشوف. طب كده مثال زي مثلا هما زي ايه؟ زي يوجوالي، اولويز، سمتايمز، اوفن، نيفر، ايه كمان؟ في كلمه ريرلي يعني نادرا، في occasionally، في زي ما قلت لكم hardly ever، في حاجات كتيرة. طيب دول يا مس لو يجوا بعد الفعل الأساسي يبقوا ازاي؟ قبل الفعل الأساسي أقول I always get up early، يعني أنا دائما بصحى بدري. شايفين جت فين؟ قبل الفعل الأساسي. طيب لو عايز أقول أنا في المدرسة I am always at school، أنا دائما في المدرسة مثلا، هنا جت بعد verb to be. طيب عندي sometimes دي بالذات ليها حاجة ان هي بتيجي في بداية او نهاية الجملة، ممكن استخدمها في بداية او نهاية الجملة، ممكن اقول sometimes I get up early، او ممكن اقول I get up early sometimes. تمام. طيب في حاجات برضو تاني ممكن تيجي في بداية ونهاية الجملة زي once، دولة في البداية أو النهاية، once twice three times several times مرات عديدة، three times في several times مرات عديدة، many times أقول every morning every day every week every month كده، every وبعديها وقت، every day week month year، every morning وكل صباح، every summer كل صيف. ممكن احط on بعد كده يوم من ايام الاسبوع جمع، زي مثلا on Fridays يعني معناها ايام الجمعة، on Fridays يعني ايام الجمعة.
ده اغلب الحاجات اللي موجوده في المضارع البسيط. كده شرحنا المضارع البسيط بالتفصيل الممل، اتمنى تكونوا استفدتوا منه ويكون الشرح بسيط ووصل لكم ان شاء الله. هنزل لينك الفيسبوك في الديسكريبشن تحت الفيديو علشان الناس اللي عايزه اصور لها الورق ده صوره لها. دلوقتي ده بسيب لكم صوره كده واجب تحلوها وتبعتوها لي في الكومنت تحت الفيديو، او الناس اللي عندي على الفيسبوك يبعتوها لي على الماسنجر. الصوره هسيبها لكم دلوقتي على طول، ثبتوا الشاشه وحلوها، ربنا يوفقكم يا رب العالمين. و don't forget you can do it.